يوم الخميس 29 ماي في سينما ميغاراما كنحتفلوا بالوجود ديال سي مروان خوري من المغاربه اللي كانوا كيتشوقوا انهم يشوفوه من بعد هذه الجائحه، من بعد هذه المده الطويله اللي حالت بيننا وبين الحفلات والسهرات كما كيقولوا المغاربه النشاط. ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن انا والمنظمين، يعني انا والليكيب ديال هذا وشركه ام براندينغ ضروري، لاننا ان شاء الله كنحاولوا نحسنوا الصوره ديالنا، وان شاء الله غادي نعطيوا المغاربه حفلات راقيه جميله في المستوى ان شاء الله المطلوب. احنا الحمد لله درنا حضور كومبلي، يعني كلشي، يعني تهافت، كاين تهافت على الحفل، ويعني ترى اللي كيقربوا يتسالوا، يعني ما بقاش بزاف، واحد 800 بيرسون ولا 850 ان شاء الله الرحمن الرحيم. يقدر يكون ان شاء الله، علاش لا، ادعي معنا يا ربي ان شاء الله الرحمن الرحيم. لا احنا ماشي الغرض ديالنا ان شبابيك تكون مغلوقه، احنا الغرض ديالنا الاستمتاع ديال الناس يكون متعطي، الناس كانوا متعطشين يشوفوا الحفل ويكون راقي ويكون في المستوى المطلوب. هادشي اللي بغينا، ان الناس اللي جاوا كان الكم ديالو كبير او صغير انهم فريمون يعجبهم الحال، هادشي اللي بغينا. توفيق العطار مدير تنفيذي لشركه ام براندين، نحن وجد سعداء بحضور الفنان المتالق مروان خوري يوم 26 ماي 2022 ميغاراما الدار البيضاء. نتمنى ان شاء الله تكون سهره رائعه وممتازه، وان شاء الله يكون الجمهور يعني نشط، وان شاء الله نتلاقاو في مناسبات قادمه ان شاء الله. شكرا. اول شيء بدي اعتذر من الكل بالنسبه لليوم، بعرف الكونفرنس دو بريس المفروض كانت تكون قبل، بعتذر جدا، وطلع صديقي نقيب الموسيقيين واعتذر. كان في ارهاق جدا لانه الاسكال كان طويل، انا كنت عم صور كمان برنامجي طرب مع مروان خوري، خلصنا وجينا دغري، كنت خايف انه الليله ما اكون جاهز، الحمد لله هلا منيح، اخذت بنادول، زبطت اموري، شكرا انكم رجعتوا تعذبتوا لهون، بشكركم جدا، وان شاء الله الليله تكون مميزه يا رب، هذا اهم شيء. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا جزيلا. ما فيكم انتم تقسموها تاخذوها لغير مطرح؟ يا الله قصاص. انا مبسوط اليوم اني موجود بالسهره بعد غياب لظروف كورونا، ولا ظروف كانت اني انا اكون بالشكل المناسب بالمغرب اللي هي انا كنت دائما اكون موجود. ان شاء الله في تحضيرات جديده واغاني جديده حتنزل بعد فتره لالي ولا فنانين زملاء لالي، وبتمنى يكون في شيء مشترك مع فنان مغربي اذا الله راد، بس هو بتركهم للايام اللي جايه. اوكي، شكرا شكرا.